دخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس شهرها الرابع دون أي مؤشرات على تراجع حدتها. غارات مستمرة وتدمير كامل للقطاع وحرب شوارع أوجعت جيش الاحتلال. حرب غزة في الميزان. إسرائيل التي تورطت بحسب تصريحات المعارضة في حكومة نتنياهو داخل قطاع غزة يزداد نزيفها الاقتصادي والعسكري والسياسي بشكل يومي. بلغة الأرقام أنهكت الحرب ميزانية إسرائيل إذ ناهزت تكلفتها 60 مليار دولار بتجنيد 360 ألف جندي احتياط في بداية الحرب، حيث كلفت تلك الخطوة جيش الاحتلال ما يقرب من 270 مليون دولار، وتجاوزت رواتب الجيش بالكامل في تلك الحرب حاجز الملياري دولار. وعلى المستوى المدني قد تصل التعويضات التي تدفعها الحكومة أكثر من ملياري دولار أيضا. تبلغ قيمة الأضرار التي لحقت بالممتلكات في المستوطنات الحدودية مع لبنان بين 1.37 ل1.91 مليار دولار، إضافة إلى ما بين 4.10 و5.47 مليار دولار. القيمة الأولية للأضرار التي لحقت بالممتلكات في منطقة غلاف غزة. أما في القطاع الذي دمر بالكامل نتيجة القصف المتواصل والغارات التي لم تنته، تعرض ما يقرب من 70% من منازل غزة البالغ عددها 439 ألف منزل ونحو نصف مبانيها لأضرار أو دمرت بالكامل. الحرب الكارثية كما يصفها المحللون جعلت الكثير من البنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات والرعاية الصحية غير قابلة للإصلاح. وعن النزوح فقد فر نحو 85% من سكان القطاع البالغ عددهم 2,200,000 نسمة من منازلهم، وتوجه معظمهم إلى الجنوب. ورغم كل ذلك ما زال القصف مستمراً.